أعوذ بالله، مش وقتك خالص. فاضي اروح خالتك انا. مش هرد عليك. غور في داهية، مانيش رد عليك. لا ما ترن، مش هرد عليك. رن. خلص تبقى على الصبح بقى وغور في داهية. الله يا ولود الهرمة، وكله بيحلق ليه النهاردة؟ ماشي، كله هيبكي ويعيط، كله هيندم. العب يا سمك. ام الخريف، لو حر ولا ساعة. فين يا ابن محمود؟ عامل مكالمة. يا عم اوعى، هي تفاصة ونهيبة. يا عم انا قلت اساعدك مش اتشط عليك. وانت مالك؟ مالكش دعوة. هات النيلة. اتفضل. ايه ده؟ الو، مين؟ انا الاستاذ سمير ابو النيل، صاحب الشقة احسان. استاذ سمير ابو النيل؟ استاذ سمير ابو النيل، امسكي. ردي لا يا اخويا، ردي. لا ردي انت يا هو، مش هينفع. ردي انت. شايفكوا يا حبيبي، شايفكوا انت وامك بتلعفوني لبعض. قول لامك سمير ابو النيل لما بيتصل بمدير الامن بيتنفض من مكانه من اول رنه. ما هو المكالمه انتهت. يا عم انت بتقفل تليفون شقه؟ ده محمول. عسل. عاوز كام؟ نص جنيه. ايه نص جنيه ليه؟ ولا بتكلم المانيا الغربيه؟ مش للدرجان ده يا استاذ سمير، يعني المانيا الغربيه بنص جنيه؟ انت هتشلف لي ياض اسرو. انا هعمل معاك واجب لاجل الجيره والله. ايه ده؟ جنيه بحاله يا استاذ سمير؟ انت سخن ولا ايه يا استاذ سمير؟ يا ابني انا فايز جدا يا ابني. بس هي الناس واخده عني فكره شمال. هات الكيسه الحلوه ده اهي، هات لي عسليتين وباكل بان ويولع سخان، وهات بالبقى 4 سجاير بلمونت. بقول لك ايه؟ الف لك كيلو ريش بسلطاته بالمره، هم سجارتين بلمونت هم، وبكده ابقى انا مكرمك. ما عادش فيه رحمه في الزمان ده، ما عادش. والنعمه انت ناتي. بقول لك ناتي. وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم البدايه دول هنطفحهم فول. طب طفح لي شقتين حار وبطين. حاضر. والله العظيم يا استاذ صبري، الواحد زهق من وشوش اللي بيشوفها ومن البلد دي. انا نويت هاجر بره. على فين يا هيما؟ طنطا. ده انا مش شايفها. لا بجد مش هزار، نفسي ربنا يكرمني كده وحوشت قرشين وحج بيت الله اشتري اخرتي. اخرتك سودة. بتقول ايه؟ اكح حاجه بقت تعرف. والله العظيم الواحد بقى تايه، ما انتش عارف مين السارق ومين الكذاب. ما تصدقش اللي بيتقالك في القنوات يا هيما. ده تغييب اعلامي ومخطط ماسوني، ولا ايه رايك يا استاذ سمير؟ طبعا. امال ايه؟ مخطط كموني. كمونك ايه؟ ماسوني. ماسوني. ماسو عارفها جدا، معروفه، كل الناس عارفاها. يا عم سيبك منه، ده فاكرها منطقه. خد جوز جنيهات مصححين اهم. ايه يا جدع انت؟ هات نص جنيه كمان. نص جنيه ليه؟ انا طالب شقتين حار وبطين واتنين طعميه. بس انا ما طلبتش طعميه. بس انت تفحت الطعميه. مش انت اللي حاططها لي؟ يعني هتحط لي حاجه مش هاكلها يا هيما؟ حاططها لك ومش حاططها لك، وانا عازمك عند امي. بقول لك ايه، انا منفوخ منك وكعت. دي بتبقى غازات يا هيما يا حبيبي، الفول اصله بينفخ. خد قرصين فحم انت تبقى زي الفل. طب قول بقى، قول بقى يا اخي، ما تهوبش ناحيه عربيتي تاني. عربيتك التريوس. بقول لك ايه يا هيما، انا شكلي هعمل معاك الجلاشه. جلاشه؟ رقه كوريك ورقه كماشه. طب هات يا ابني بقى الكبشه. انا هوريك. ايه هتوريني؟ ببيع طعميه مهربه. الانفلات الامن مش هيطول. بقى بتسرق معزه من واحده غلبانه زي دي. يا واطي. وضربني كمان يا باشا. اخرتي. زن 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 ده. انت تعمل لي فيها انتيم انت كمان، خنقتني. حصل لنا الرعب يا سمير بيه. ما كنتش اعرف ان ايدك طايله كده. ما شوفش وشك بقى تاني، وحاول في جدتك الطعميه اللي انت طفحتها، وانا لو لحقت الناس واكل عيشي كنت شقلطتك. شقلطتني؟
شاهد يا استاذ صبري بيعددني شعلطني قدامك اهو. ما تصلوا على النبي يا اخوانا، حصل خير، الموضوع مش مستاهل. طب شهاده حق وهنا تولع في نار جهنم ما تطلع منا لو شاهدتها زور، هددني شعلطني ولا لا؟ حق الله هددك، ما تزعلش مني يا هيمه. لا هددته انت على فكره. مين على الاسم؟ لبسنا قضيه فول. يلا يا اخوي دكتور على جنب يا اسطى هنا. طبقا لنظريه ماركس الاقتصاديه واحد فيكم اللي هيدفع الاجره مش هنا طبعا. اكيد طبعا مش المجني عليه. مجني عليه احنا مركبين اسيل البرم اللي جابنا هنا. ادفعوا ايه ده؟ معمول الاسم. لا طب وايه خد التوك توك وجري ليه؟ هو اللي هيحاسب؟ هو اللي هيحاسب، اصله حبيبي. حبيبك؟ يا ما عزمته على كبده. طب بقى الطعميه ويا عم خدت على هنا جبت ورا ليه قدامي يا عم ده انت هتتنفخ قدامي ماسك لي الكبشه الكبشه بتهددني بالكبشه. احنا دخلنا اسم المانيال ولا كباريه باريزيانا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه اللي بيجرى فيك يا بلد؟ لما البوليس بيتعامل فيه كده احنا هيتعامل فينا ايه؟ هنتشقلط؟ اقول لك ايه يا ابراهيم اخويا؟ انا بقول الطيب احسن، بلاش قرصين طعمية يخسرونا بعض. يلا. اقعد اعلك انت وهو. انتوا رايحين فين؟ يا خرابة ولا مبوحة؟ لا مبولة يا نهار اسود ومبين. انا اصطبحت بوشي مين النهارده؟ ليه بصيت في المرايه؟ مين انت؟ ده علاء عضله، وطبقا لنظريه سوكا الجن ده اكبر بلطجي في المانيا التم. ده بلطجي؟ شبه الصرصار الزراعي. ما يغركش شكله، ده واد عصب، بس هو البرشام اللي هده. برشام؟ اثبت يا رياض. يا علاء انت بتعلي صوتك وانا واقف؟ طيب ازاي يا علاء؟ انا بيتقالي يا علاء. ما انا عايزني اقول لك ايه؟ يا دكتور احترم نفسك يا ولد. نسيت نفسك ولا ايه؟ لا انا هقتلك. انت بتمد ايدك عليا. اخلص اخلص. عايز تمد ايدك على عمك يا كلب؟ عمي مين يا عم؟ عمك سمير اللي كان بيعيل لك الكفوله ويشطفك. البرشام اللي بينس الناس اعز الناس. يا عم ده انا اول مره اشوفك. انا همشي، بس قبل ما امشي عايز اقول لك ان عيله عضله هتفضل شاده منك وقفشة اليوم الدين. يا عم انت هتجنني ولا ايه؟ استاذ سمير استاذ سمير استاذ سمير. ايه ده؟ استاذ سمير حبيبي حبيبي اللي بيحلق لي ويكنسلني واللي عمري ما احتاجته ولقيته. عمر يا باشا هو ده وقت يا استاذ سمير. خرجني من هنا الله يخليك. اخرجك؟ امال فين القمع واللاسلكي والطبنجه؟ يا باشا ممنوع استخدام اي سلاح. خرجني من هنا ابوس ايديك. مش عارف هتودي جمالي دي فين يا اشرف. يا باشا خرجني انت بس من هنا وسوف تجدني رهينه تحت رجليك. طب انا هطلعك بس بشرط. عمر يا باشا هتيجي معايا مشوار تحت امرك والمواصلات عليك. موافق. تعجبني يا باشا العيال ادمنوا كنابل بتصل للدموع. بقينا نضرب عليهم مطاطي يردوا في وشنا بخرطوش. الجيزه باظت يا باشا خليك وحش. الجيزه باظت الجيزه باظت انا وكمان حابس خالك. يا سلامتك يا دماغي 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 سلامتك يا دماغي. للنصر اتفضل. حسابك كام يا اسطى؟ 15 جنيه. 15؟ حلو قوي حلو قوي. يا بلاش جيب له كف مريم بقشيش. بتبقى اسمك مريم بقشيش؟ ما انت بقشيش من جيب امك اصلا. خد يلا
انت هتاخد مني فلوس يد؟ الاجره يا باشا. اجره يد؟ انا اشرف باشا اللي اتشد له فرامل اليد في اي منطقه اضرب له تعزيز سلام. انا اسف اشرف باشا. رخصك يالا. ايه اشرف باشا؟ رخصك يالا وكمان مسار في ماركه العربيه ده انا اوديك في 60 داهيه. انا شغال عليها اشرف باشا. يد انا ظابط يا. انا اسف اشرف باشا. بس شال الدبابير عشان العين. يا حسام انت يا ولا ما تقومش شوف مين الزفت اللي عمال يخبط على الباب بالشكل ده. النهارده بالليل ماتش ريال مدريد وبرشلونه هنتقابل في الكافيه. اتفضل يا استاذ سمير. يا ماما يا ماما ده الاستاذ سمير ابو النيل. خد اشحن ده وتاكد ان الشرط بتجري ورا بعض لفوق. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا استاذ سمير. ايه يا اخويا مش كنت تقول لي انك جاي علشان اعمل حسابي؟ هو انت كنت بتردي من اساسه يا مدام نانا؟ اعرفك اشرف بيك جدر زعيم عمال شرطه المنطقه كلها. جرايه يا استاذ سمير انت يا اخويا كبرت الحكايه قوي كده ليه؟ لا مش بكبر الحكايه ولا حاجه، انا بدافع عن حق القانوني اللي لا يمكن اتنازل عنه ابدا لا يمكن. ايه اللي انا شامه ده يا مدام نانا؟ الملوخيه. ملوخيه بالعنارب. بالعنارب وورقه لحمه بتلو في الفرن، انما ايه ما اقولكش عليها هتاكل صوابعك وراها. بقول لك ايه، انزل انت انزل ولما عاوزك حرن عليه اوعى تفتح عليا. مش هنعمل اثبات حاله؟ حاله امشي امشي. قصدي اثبات حاله امشي. اللهم صل على النبي. انت فاتحه مظبط ولا ايه يا مدام نانا؟ لا يا اخويا ده اكل الاسبوع بس برضه ما يغلاش عليك لازم تدوق. لا انا شبعان ومش قادر. ادم حسام ابني ابدا ما ينفعش. لا على ايه؟ حسام عامل حس في البيت برضك. انت انا زعلان منك يا مدام نانا. 23 مره اتصل بيك وما ترديش مع العلم بيبقى مشغول في النص. سامحني يا اخويا اذا كنت اتاخرت عليك في دفع الايجار شويه، اصلي الحوار بتاع ابو حسام اتاخرت شويه معلش. ولا فانت بتاعك لو يرجع امتى من السفر؟ هو اكل العيش بيرجع حد الايام دي يا استاذ سمير. مسقعه دي ازاي؟ وبالفلفل وعمرك ما دقت زيها. يا عيني يا عيني. تسلم ايدك بصحيح. اوعى تفتكر يا مدام نانا ان انا جاي عشان الايجار متاخر والكلام الفاضي ده. لا انا قلبي اكبر من كده بكتير. انا بس جاي اثبت حاله لبرتكامت السيطرة اللي اتكسرت بسببكو وبقيتي في طب. هاتي هاتي يا مدام نانا هاتي. يا استاذ سمير الفلوس اللي بيبعتها ابو حسام من الكويت يا دوبك بندفع لك منها اجار البيت والباقي بيكفينا بالتيله. ده رقاق ده يا مدام؟ وباللحمه المفرومه. حرام عليكي حرام عليكي، حبات حضنكو في المطبخ. يا لهو بالي عن جمال. تسلم ايديكي. ما تتبنيني يا ام حسام حتى تبقي ام سمير وحسام. كمان كسرين اساس باب الحمام؟ طبعا ما هو مال يهود. الجرايه يا استاذ سمير ما احنا يا اخويا كنا لسه حبايب. انا حبايب بلا عرايب. استنى اما اشوف كسرتي لي ايه تاني. شفت الهاتريك بتاع ميسي الماتش اللي فات؟ طب يا حس انا قلت يعني اسلم قبل ما امشي. حياه ابوك يا شيخ وانت بتشد السفور ما تبقاش تتعافى لحسن من دوباره. ايه ده يا حس؟ حطيتي زيت وسكر كمان. زيت وسكر؟ هي هترشح نفسها في الانتخابات ولا ايه؟ لا وايه؟ شحنت لك كارت ب 50 جنيه. 50؟ انت بخيله قوي يا مدام نانا. ورايا ولا اللي كنت فاكرها هتشحن لي ب 100. اما الاستاذ حامد المحامي يجي خليه يتفضل على طول. خير يا ديدي قلقتني عليك في حاجه؟ انا جيت يا حسين بيه. طب كويس اتفضل يا متر. ما تقول بقى يا ديدي في ايه؟ انا طلقت شيري. معقول؟ ايه؟ اسمعوني كويس انتوا الاثنين في الكلام اللي هقوله. انا جيت يا ريمو. الورد يا باب الورد. شفت جبت ايه؟ جاي يلا يا ماما. بابا بابا محمد واهله جم. ماما شكلها حلو. بسم الله ما شاء الله. قمر يا حبيبتي جنني. طب بس خلاص خش اوضتي دلوقتي وانا هندهلك. يلا يلا, يلا يلا يا فرج. ايوه طيب حاضر اهو. اتفضل يا عريس اتفضل. منور يا حمام. عقبال البكاري. مساء الخير يا انكل. والدي الاستاذ فخري، والدتي
والدتي الدكتورة. ايه يا جدعان؟ انت هتقفوا تتعرفوا على السلم، اتفضلوا البيت بيتكم. الله يخليك. خش يا عريس. خش. خش اتفضل اتفضل خش يا خالتو. خش خش خش. انت رايح فين انت؟ رايح فين؟ يا عم انت هتتغدى هناك وتحل هنا وتسيبنا احنا من غير حته جاتوه؟ تاخد عليا بره على السلم. نسي نفسه. منورين. بنورك. خالته بقول لك ايه؟ بدي العريس 20 جنيه لحسن حاسب لي على التاكس. منور العريس. ده نورك يا استاذ. سمير، سمير ابو النيل. انا بقى اسمي حماده، حماده سكر زياده. الله يخليك. الله يخليك. قال يا اخ الكبر والله عرفت اتنقوا، والله عرفت اتنقوا. الله يخليك. تحبوا تشربوا حاجه؟ بقول لك ايه، ما تجيب لنا طقم عصير حلو كده وتجيبي معانا، وهات لنا من الكيكه اللي بتخبيها مني في التوستر. ها خليهم يقولوا علينا ان احنا بيت كرم. منور زرنا النبي. خليك يا حبيبي. انما الاستاذ محمد بس يا عم ندردش مع بعض شويه في الرياضه. كابتن ملحم شلبي اهو، انا بعشقه. انت بتحبه؟ اه طبعا، ده عريس فوق الممتاز، ده في مني كتير. اهلا وسهلا. احنا جمهور اسكندريه، جالنا فريق الزمالك وجماهيره. يا مليون اهلا وسهلا. بقول لك يا ابو احمد اخويا، ما تلفين المحمول بتاعك عامل مداخله لاحسن رصيد خلص. اه طبعا طبعا، اتفضل اتفضل. اصيل يا ابو حميد، على فكره يا جماعه انا موافق على الجوازه دي. اتكلم براحتك. على فكره يا استاذ سمير، ده خط مش كارت. اللهم صل على النبي. عرفت تنقص. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. بس 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 الو، انا الاستاذ سمير ابو النيل صديق البرنامج، كنت عايز اعمل مداخله. ناخد الاتصالات معانا. قلت صوتي يا عم، انت ما فيش احساس خالص، مش هتكلم. ده برنامج سمير ابو النيل من المانيال. مساء الانوار يا ابو سامر. الو الو، ازيك يا استاذ مدحت؟ ازيك يا سلملب يا سلمك يا جميل. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا ابو سامر. نسيت اعرفكم على ماما. انا بحبك قوي يا كابتن مدحت، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصرك على الفساد. انت مخرج البرنامج الاستاذ محمد ناصر الدين. يا رب يخليك يا حبيبي. اشكرك اشكرك يا حبيبي. طب احياء ابوك يا شيخ، قبل ما اقفل سمعني واحده. الله الله من بتوعك. ماشي يا سيدي. الله 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 عليك، يكون في عون اللي حواليك يا ابو سمر. الله يخرب بيتك يا سمير. يا سلام، اعلامي محترم في زمن ما عادش فيه خلاص غير التغيب الاعلامي والمخطط الماسوني. افندم لازم على ابوك وامك يا اخي. ايه البخل ده؟ مد ايدك. ايه ده؟ دي كرفه سجق دي ولا طمضانه؟ مد ايديكم. لو طردت سمير، بابا وماما هيحبوك قوي. هنشوف اخرتها معاك يا سمير. البنت ريم دي وهي صغيره كان بيطلع لها شعر في خدها في الحته دي زي اللي عند ابو الليف ده، بيبقى هرمون. خلي بالك. ايه يا جدعان، انتوا ساكتين ليه يا جدعان؟ ما حدش بيتكلم. هو انت اديت فرصه ان احنا نتكلم من ساعه ما دخلنا وانت ايه ده؟ انا حتى ما لحقتش اعرفهم على ماما. ماما؟ ايوه ماما، دكتوره نجوان البط، استاذه امراض صدريه. والنبي ايه؟ طب بص يا ابله بط، سبحان مجمعنا من غير معاد. انا صدري ايه مشخلي بقاله اسبوع ومحمل بلغم. لو قام كان تلقي نظره. تلقي نظره ايه وهباب ايه؟ ايه اقول لك بابا دكتوره امراض صدريه، بص يا اختي اتفضل بقى على الطلب. ايه يا حماقه؟ حماقه انت هتعمل لي فيها يا صاحبي؟ ده انا لسه شايفك النهارده يا اخي. حرام عليك يا اخي، خنقتني. اول ما شفتك خدت مني فلوس التاكسي، وبعد كده هو خدت مني الموبايل، وبعد كده اهو ده كيكه. انت ما دوتهاش. اتفضل بابا برا والفرح هتضيع. ها حب الناس يا اشرف يا اخويا كنز. الواحد مش عايش بحاجه في الدنيا دي غير بحب الناس. السلام عليكم يا عم غور. الواد ده بالذات استثنى دول على المنطقه كلها، نظام خلف تعرفوا الجو ده. ده حقد طبق يا استاذ. ازيك يا سيكا سيكا ميل؟ انه كبه حبيب قلبي. اه حبيب قلبي، يلا قلبي الهنام، يلا توكل على الله امشي. حبيبي يا سلام. يا سلام. ربنا يديم عليك نعمه يا استاذ. ده مش حب يا استاذ، ده عشق. دول بيعشقوك ورايا. يا لهوي يا لهوي، انت جاي تموت هنا يا عم انت؟ هات هات يا عم غرفه، ده هي عايزه انام. ايه
ايه مش هتعزمنا على خربوش شاي ولا ايه؟ العمومة فاضية. طب يا عم جيب لنا شوية ماء من الحنفية ريق الاجف. المية مقطوعة. طب شوف لي معاك منديل انا شايف في حرق يا استاذ. هو اي مصلحة وخلاص يا اشرف. خد يا عم خد يا عم منديل اهو بحاله اهو. عايز ربع جنيه. ايه الصحاتها دي؟ طب اسود وماله ملزق كده ليه؟ الله يقرفك اسفخس على معفنة. لسه في رمق. الو وحشتيني يا بنت. وانت كمان يا بسبوسه. مش هتبطل الاسم الرخم ده بقى علشان تفضل طول عمرك فاكر انك استخسرت فيا ربع كيلو بسبوسه من دوران شبوه. دوران شبوه احلى لدغه سمعتها في حياتي. بس على فكره كلامنا ما حصلش. خليكي كده 13 سنه ظلماني. لا يا اخويا ما تعيشليش في دور المظلوم. المهم ثانويه ابوك بكره تعيش وتفتكر. يا مرفت والله فيك الخير. خلاص ما عادش حد فاكر ثانوية ابويا دي غيرك انت والحاجة شكري. سمير انا ما انساش اي تواريخ لها علاقة بيك. 15 ابريل 99 اتقابلنا. 19/6/99 اكتر يوم دخلت فيه قلبي. اشمعنى يعني اليوم ده؟ يوم جوز امي النطع بمد ايده عليا قدام العمارة وانت شفته وجيت ضربته بالقلم. ده انا اكلت حتة دي العلقة يومها. بسح بيها بلاط الشارع رايح جاي. انما اشمعنى يعني ده اكتر يوم دخلت فيه قلبك يعني؟ ما ترددتش لحظة انك تدافع عني حتى لو هتموت. انا ما بنساش الموقف. يا ميرفت الراجل اللي مد ايده على واحدة ست ما بقاش راجل اساسا. عندك حق. قولي لي يا عصر فاكرة لي ايه تاني؟ 21/5/2010 رجعت اكلمك تاني بعد ما اتطلقت. تحب افتكر لك ايه تاني؟ سمير الكاتب يخلص اطلبني انت ضروري. عايز احكي لك حاجه مهمه. مش سامعك كويس. معلش اصل هتضايقني. اوعى في تريلات وفي الحمد لله نريح البطاريه سنه. الساندوتش في الوقت الذي اؤكد ملكي انه لا تراجع عن انتصار في ميدان الشهداء الواجب الوطني. شكرا يا ابني جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويلكم يا حجيج. اتفضل شاي. جزاكم الله خيرا. اتفضل يا حاج. ايه النغمة ده؟ استغفر الله. ايه ده؟ سمير زي المليل راد بحلم وانا معيش ملعبش. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ سمير الحمد لله على السلامه. حبيبي مؤاخذه يا حاج سمير. منور يا حاج. سمير حبيبي وحشتني يا اخويا. اصيل يا اخويا تعيش وتفتكر يا حبيبي العمر ليك. سبحان من له الدوام. الله يرحمهم. لكنهم ماتوا امبارح. احنا كل شتنا كده شكر اخويا. رأى اجراح ورأى انواح. سيبك انت. احسن حاجة عملتها انك نقلت عفش ابويا وامي معك على السطح. بس ما شاء الله زي ما هو بالظبط. امال ايه يا حاج شكري؟ ده جهاز الوالدة ده لا يقدر بمال. هو عاد فيه خسف زي ده.
حقيقي. ما عادش في خشب من اساسه. بقول لك ايه يا حاج شكري؟ هو انت ناوي تتغدى وتمشي على طول ولا هتقعد لحد بالليل؟ جرى ايه يا سمير؟ ده انا كنت فاكرك هتقول لي اقعد معايا لحد بعد العشاء. انت قصدك العشاء؟ اصل التشكيل بيفرق يا حاج. عموما اطمن، انا ما ينفعش اتاخر. بقول لك ايه؟ انا عندي ليك حته مفاجاه، انما ايه هتبسطك. ايه؟ هتشحن لي كارت المية؟ لا لا لا، حسين ابن عمك اتصل بيا امبارح وسالني عليك. حسين ابو النيل؟ ده ايه اللي فكره بينا ده؟ ده انا بكلمه قد كده وبينفض لي. صله الرحم يا اخي، وبعدين الراجل عرف ان الثانويه بتاعت ابونا النهارده، قام اتفق معايا انه هيعدي علينا وهيتغدى معانا كمان. يتغدى ليه يا عم؟ يتغدى ليه معانا يا عم يا ناقصه؟ بقول لك ايه يا عم الحاج؟ انا الشهر ده مفلس ومعيش اكل نفسي. مفلس ازاي؟ ما هو خير ربنا كتير اهوت فرختين في التلاجة هيكفونا. يكفوا مين؟ الفرختين دول انا عينهم لرمضان الجاي، هي بسملة قهوة من كنكة غيرك يا حاج. ما تعزمنا انت بدل فقيس قوي كده. انا؟ ده انا ما حلتيش غير أجرة البيجو اللي هتوصلني المنصورة. انا على الحميد المجيد. في حد يبقى مصفر يا كده يا حاج؟ الرضا. الرضا يا سمير يا اخويا، انا ما عنديش اي اطماع في الحياه. تفضلوا الغدا جاهز. تفضل استاذ حسين. اهلا وسهلا، والله ليك وحشه. حلوه ليك دي، اهو انت اللي ليك. تفضل. براحه يا عم. ايه السجاد هينزل سخيف. والله وحشاني رخامتك يا سمير. واضح قوي يا اخويا انها وحشتك. ده انت واخواتك ولا بتسالوا علينا ولا ما بتصل على المحمول بتنفض لي. الدنيا مشاغل يا سمير، انت فاكر ان انا ببص على الشاشه ولا بسمع رنته حتى؟ ايه ده؟ بلغتك انت شيكن وينجز، بلغتنا احنا جناحه محمره بالصلاه على النبي. ولقيت فرخه بثلاث تجنيحه فين يا سمير؟ لسه بخيل زي ما انت يا سمير. طب ما دام انا بخيل وانت ابو الكرم كله، ما دخلتش علينا ليه ان شاء الله بحماميه؟ مشويه ولا محشيه يا سمير؟ عيب يا سمير عيب. سيبه اللي فيه ده ما يبطلوش ابدا. كل. متشكرين يا سمير على الاوبن بوفيه اللي عملته لنا ده. وشايب فتلة على الله يطمر. اللي قول لي يا سمير، عاملة ايه الحياة معاك؟ انا اخر حاجة سمعتها ان انت تخرجت من معهد خدمة اجتماعية ومن ساعتها مش لاقي شغل. يا حسين يا ابن عمي، انا ما اتخلقتش عشان ابقى موظف ولا صاحب شركة ومسؤوليات. وما اتخلقت عشان تبقى ايه؟ عاطل؟ انا مستشار. مستشار؟ ايوة. الناس بتستشرني عشان احل لهم مشاكلهم ويستفادوا بخبراتي في الحياة. الحمد لله والشكر لله بفهم في كل حاجة. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. بالك مشاكل كتير قوي في عيلتنا كان ممكن تتفاقم لولا تدخلاتي. مشكلة ايه ان شاء الله؟ حوض النيل؟ لا، حوض العسل اللي بينقط. ما انت شايف يا حاج، انا بتكلم جد. مشكلة وفاء بنت عمتك مع جوزها الدكتور حيكة. ايه؟ حوار شهد وصحر وسمر، فاكر؟ مشكلة ابلوجانات مع جيرانها في اللبان. ما كل دي بيوت كان ممكن تنهار ولا خبرتي وتدخلاتي. يا راجل كنت اوفر تدخلاتك دي لنفسك. انت لا اتجوزت ايه ولا خلفت، فاكر؟ واتجوز ليه ان شاء الله؟ عشان اصرف على واحده مش قريبتي اساسا. مش قريبتك؟ اه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ماشي يا جماعه، انا مضطر استاذن. والله قعدتكم كان ليها وحشه، بس انا عايز الحق العصر يا جماعه واتكل على الله على المنصوره قبل ما تليل. انا مبسوط قوي اني شفتك يا حسين. مع السلامه. شكرا يا اخويا. مع السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك يا حاج عمر، في جناحين مكمرهم في المطبخ، الفهم لك في جرنان تتقوت بيهم في طريقك. انا ولا تسيبهم لاخوك يتغدى بيهم بكره. بالهنا والشفا حبيبي. حبيبي حبيبي. استودعتك الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. يا سلام يا جدعان، مفيش احن من الاخوات على بعض. شكله تعبان قوي الحاج شكري يا سمير. ما لازم يتعب، مش اتجوز وخلف. انا عن نفسي سبت له مكتبه المنصوره بتاعت الحاج الله يرحمه، يشغلها وياكل منها عياله. وانت بتاكل منين يا سمير؟ والله على حسب. ساعات باكل من عند مدام نانا، اكلها حلو قوي يا حسين. واوقات بروح برشط عند خالته عنايات. انت مالك يا حسين، باكل منين ولا بشرب منين؟ يا غبي، تاكل منين يا عم؟ تصرف منين؟
بصرف منين؟ ما بصرفش يا عم، انا باجر شقه الحاج الله يرحمها، واللي بيجي من الشقه بحوشه. فكك مني يا حسين، مش ناوي تقول لي ايه سر الزياره الكريمه بتاعتك؟ بص عليك سمير، ليه بتقول لي كده يا سمير؟ اللي بيربي قرد اضرب على عيبه، وحسين ابو النيل ما بيخطيش خطوه الا ما يطلع له منها مصلحه. وانا هيطلع لي ايه منك يا معفن؟ يمكن الشكل وينجز وينجز. طب قوم انجز والبس بقى عشان وايه الضلمه دي؟ في ايه؟ النور مقطوع ولا ايه؟ اكيد حصل قفل في الكهرباء، ما مولع شمع. بتحصل تيار هوا جامد قفل الباب وخلصت، مفيش اكتر من كده. اسماعيل ما تدليش ده اعتبرني راجل من رجالتك. حتى انا ممكن اقطع معاك، اقطع مكيس، مش عايز اموت. الحقني اهو لحقت بالبلطه يا شابه. ابوس ايدك، مش عايز ابوس بالبلطه، بلاش البلطه، ابوس ايدك، لا بلاش البلطه. يا ابن المحظوظة، فاضل في عمرك دي يخرب بيتك. 2 مليون؟ اسم كبير زي هند صبري، هتطلب ايه اقل من كده يعني؟ على فكره انا حاولت معاها تنزل في الفلوس بس هي ما رضتش. بقى كده؟ حلو دراعي. طب بعدين؟ انا التصوير بعد يومين. طب ايه قولك بقى؟ انا هضايقها. كلميلي بدريه طلبه. على فكره يا مستر ادهم، انا من ساعه ما عملت فكره الاعلان وانا كان رايي يعني ان احنا نجيب وجه جديد. نجيب حد كده فريش ما تشافش قبل كده عشان الناس تصدق. طب كلمي الواد جريشة بسرعة اجيب بنات عشان نعمل كاستنج. ماشي يا هند. دخلوا جريشة والبنات. ايه ده؟ بالسرعة دي؟ انا مكلمين من امبارح، هو واقف بره بقاله ساعة. صباح الخير يا صانع السعادة. صباح الخير يا رانيا. سهام، ريهام، واخيرا وليس اخرا ميرفت. لف كده يا ميرفت. انا قلت هتعجبك ميرفت، بتلف لوحدها. تنفع صح؟ لا لا. ليه؟ تتناقشني هلا ولا ايه؟ استنوني بره انتوا يا ملات، يلا. ليه؟ ليه يا صانع السعادة؟ دول صفوة الصفوة. دي مناظر تعمل حملة ضد التحرش يا جريشة؟ ما هو لازم يبقوا مادة خام للتحرش. اسمع يا علم، البنت اللي انا عايزها للحملة دي لازم يكون ليها بوصفات معينة. بنت تبدو منكسرة وهي جبروت، طيبة بس متوحشة. انت معايا يا ابني ولا مع الاسف؟ اقطع دراعي لو فاهم حاجة، بس على العموم انا معايا فلايش لكل مودلز مصر كله. فلايش؟ هتلاقي السمرة والشقرة والبيضة والحمرة. ايه يا انت المناظر دي؟ في ايه سعادتك؟ ايه المناظر دي يا انت؟ لا مؤاخذة، بيدي فلاشة واحد صاحبي. استنى شوية. فلاشة غلط يا بيه. استنى شويه يا بيل، فلاشه غلط. استنى شويه يا حمار انت. الله، حاضر ساعتك. بص البنت دي يا رانيا. ايه ده دي هايله، دي تقريبا فيها كل المواصفات اللي احنا عايزينها. مين دي يا جريشه؟ معرفش، بس اكيد موديل. لا يا شيخ، امال احنا كنا بنتفرج على البوم العيله، احنا عارفين انها موديل. مين دي؟ معرفش. وده خالي. ازيك عين وعينتي من ده؟ هات ده بقى نصطيب يا حبوب، وخد ديت. انت ايه اللي جابك؟ ايه سمير مزعل مامي ليه؟ ادي النيله المهببه، انت اشتكيتي له؟ اشتكيتي له وقلتي له؟ اختك مش فهمانه يا خال، انا فنان والله العظيم ثلاثه يا خال. فنان ايه يا واد وهباب ايه؟
ده انت من عيلة الأباصير يعني. يا راجل بقى ده أباصير يبقى شندويلي. أباصيري ملوك الكيف يا كلب. عاوز تشتغل في الأفراح والموالد عشان تعرينا؟ أفراح وموالد إيه يا خال؟ أفراح وموالد إيه؟ أنت لسه عايش في موضة الترنجات الملونة وجلجيلي جلجلة؟ يا خال دلوقتي في نت، في تكاتك. أنت مش بتسمع الأغاني بتاعتي اللي بعملها وبتعجبك؟ بتعجبك ولا بتعجبك؟ بتعجبك ولا لا؟ سمير الحقيقة هي بتعجبني. وأنا كمان بتعجبني، بس هواية يعني ما فيهاش مستقبل. هواية إيه يا أما؟ دي كلها المستقبل. لا هواية، ولو كترت في كلامها أديلك على وش أمك. لا مؤاخذة يا نانا، تعصبت على الولد عشان مصلحته. براحتك يا أخويا. أنت عايز تعرينا يا ابن الجزمة؟ أنت بتشتم أختك يا ابن الصرمة. بتشتم أختك برضك يا ابن الكلب. بتشتم جوز أختك الله يرحمه. يا عيلة واطية يا ولد الكلب. ايه ده؟ قلت اخلص بقى، انا هفضل اصنف خالك. انت عايز ايه مني دلوقتي يا خال؟ انت مش لمؤاخذة بتديني الفرش بتاعي وببيعه كله؟ محدش لحاجة عادي، محدش لحاجة. يا ولد انت بطل. يا ده انا عايزك تكبر يا عشان تبقى معلم مال وهدومك وتشرف العيلة. انت عايز ايه مني يا خال دلوقتي؟ عالضيق وفي كلوز وعالدغري. تجهز شنطتك، عندنا سفرية بيزنس. بيزنس؟ بيزنس لغة لانجوج. ومن امتى لا مؤاخذه يعني شغلنا كنا بنسافر له؟ شفت ان النت بتاعك لحس دماغك؟ وان انكل اللي هو خاله هو اللي عنده الابديت كله؟ عندي صنف في لبنان جديد احزم به السوق. وبعدين برقص. وبعدين لا التقي عليك بقى خاله كبر. لبنان؟ اه احنا مش كنا فوتنا الشغل في متعوقبه؟ نرجع تاني لمدان لبنان وترجع تتقفش يعني وارجع اضمنك انا؟ ياد بقول لك لبنان الحمراء. حمراء؟ بيروت. بيروت؟ جبال الرز. جبال الرز ايه؟ جبال الرز ايه؟ اسمها جبال الارز. الرز غيروا اسمها وخلوها الارز. ارز؟ اه. وانا اقول برضو رز ايه اللي هناك هم كلهم. ولا اتاخرت قوي يا خال. معلش يا ابني دي المعلمه. انت عارف المعلمه في لبنان يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني معديه الـ80. معديه الـ80؟ ده هتلاقيها وليه كبيره بقى ومتسيغه وعماله تجر رجليها من كتر السيخه اللي لابساها. اوبا هي دي المعلمة. شبه نادية الجندي. الجندي نفسه. الله ما شاء الله. شو عم تعمل؟ بطلب الاسانسير. اصل كنت عايز اطلع اقول لك كلمه في ودني. مهضوم. ده قعدت زينا ولا؟ اه يا اخي. طب انا اعمل ايه؟ اقعد؟ اقعد. عادي؟ اه. تروقتوا؟ احنا مستنيين حد يروقنا. ايه ده يا خال؟ دي جايبه لنا كوز لانشو. لا ياض. ده هو الحشيش بس صلاح وعبد الفتاح. حسس وقول لي النتيجه. عناية. يا قليل الادب. اعذرني يا خال اصلا انا وسخ. تقولش على نفسك كده خالك اوسخ. عشان تبقى معلم تعرف الحته من اول ما تمسكها بايدك. تجيبها يمين اه تيجي معاك، تجيبها شمال اه تيجي معاك. لا مؤاخذه في الكلمه تسخنها اه تطرى في ايدك. اه حياتك يا خال كله دلوقتي مضروب، ما عادش في امان. الريحة والملمس لا يمكن يتضرب أبداً، مش كده يا قمر؟ أكيد يا خلاصي. حنة والبان ذكر وقشر برتقان يا خال. مبروك عليك مسيو علي. مسيو؟ ده هما اللي مسيو يربوني. بقولك يا قطة، في عندكم بلات؟ طبعاً، نحن اللي عنا البلز. إيه ده يالا؟ ده حبوبها الواسع يا خال. اخرس. أنا يمكن أنزل البلد حاجة زي كده وأضر بيها الشعب. أنا وطني ثم أنا اسمي السبيشياليست، تخصص حشيش. ده عامل زي الحلاوة اللي بنجيبها من طنطا، شبه حب العزيز. الربع بقرش. حلو ولذيذ. الربع بقرش. خد يا سف دول. بس ديروا بالكم هيدول حبوب كتير قوية. احنا محترفين يا قمر. احنا العيال عندنا بيفطروا بيه الصبح. احنا احفاد الفراعنه، 6000 سنه حضاره، و1000 من عندي يبقى 7000. بس معلش
الدولار ببهدلنا. هلا اهم شيء كل شيء جاهز، انت امين حالك بالمينا والشحن بكره بيكون عندك. لما نفسي اعمل زياره للتاتو ده. مسيو علي انتو بكون شيء؟ مسيو علي انتو منيح؟ لا احنا من مصر. يلا ولا وقوم بينا عشان شكلنا هنبهدل الدنيا ومش قادر. يلا يلا. خايف ايه ده؟ انا خايف يا خير. احنا واقفين فوق جبل. الله احنا في مقطم ولا ايه؟ وانت ازاي وفي ميه؟ مين قال لك ان الميه قطع في مقطم؟ كانوا قالوا في الشريط اللي بيكتب تحت ده. قالوا ايه ولا عادوا ايه ولا عادوا ايه؟ نادر عليا لو ربنا رجعنا مصر بسلام. لعب الكولدير تحت باب البيت. وانا نادر عليا لو رجعت مصر اشيل الكولدير ده. ليه؟ ليه؟ اوكي. ايه ده؟ ايه؟ البيت اهو. البيت اهو. اه صحيح البيت اهو. لا 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 اهو. ايوه البيت اهو. البيت اهو. لا لا البيت اهو. ايوه اهو. هنروح له ازاي؟ هنعوم. عوم. عوم يا خال. هنعد من واحد لثلاثة ونقفز. ايه؟ من واحد لثلاثة ونقفز. تقفز؟ اه. تعرف تقفز؟ عيب يا ولد. عيب يا ولد. ربنا يستر. واحد. روحني يا ابني. حاضر. عايز اروح اشوف لك حنطور. لا شوف لي بيتش باجي. بيتش باجي. اه يا بيتش باجي. عرفناش للتفان ونقول ده قدر الرحمن. دخان انا ولعبت يا زهر. دخان واتبدلت اللي حاضر. ومخان مش قادر. ومخان انا مش عارف حاجات اللي بتاعت. انا تعبان فيه بشوف حاجات. ايه ده اللي هب التلفزيون ده اشتغل لوحده ليه كده؟ يكونش تلفزيون مركزي؟ مركزي ايه؟ ايوه ايوه في لبنان بيبقى تلفزيون مركزي زي التكييف كده. والمصحف الشريف؟ ايوه هو بس. الله حاسس في حاجات بتتحدف الحالي بسرعه بالنضاره بتاعت الثري دي عشان لو في اي حاجه وقعت عليا ولا حاجه احاول اتفاداها لان ما بتلوش. ما جبناهاش من مصر ديت. ايش تبقى؟ اوبا ايه؟ تعالى جنب سمير عشان الفيل الازرق هيبدا. الفيل الازرق ايه يا حاج؟ اسم الله على مقامك ده حمار. لا لا فيل. الفيل الازرق كده. سلامتك يا خان. سلامتك. الله. بقول يا ابو صبر ايه؟ سيبنا لوحدنا شويه. مين سيبنا لوحدنا دول؟ سيبنا سمير وبعدين ابو صبر. مش احنا اتفقنا لما يجي حد ضيوف عند خاله بتقوم تقول بالاذن انا؟ ايوه ده للضيوف. لكن دي ثلاجه. ثلاجه ايه يا حمار؟ انت مش شايفها؟ الصاروخ اللي لابسه ازرق ده غمزت لي بعينيها. صاروخ ايه يا حاج؟ يلا اتحرك. اتبسطت بخلقة امك دي؟ اهي ماشي فيها خلق. ايه مين اللي ماشي؟ تعبان. انا تعبان. لا عايز افصل. ما تقلقش. انا تعبان عايز افصل. ما تقلقش. انا فصلت ذات نفسي وهخليك. انا مالي وبال. انا راجل متخصص حشيش. تشرب لي البلا الازرق ده. ايوه انت مش قده. شربته ليه؟ مش شايف. عايز افصل يا ابني. انا تعبان. ما تقلقش يا خال. انا هنزل اجيب لك شيبسي. ولا انا عايز شيتوس بالجبنه. او اجيب لك شيتوس بالجبنه ده منين؟ عايز شيتوس بالجبنه. هجيب لك شيتوس بالجبنه. لا استنى. انا خلينا على قديمه احسن. انا عايز جبنه قديمه. ايوه وخل. أيوة. ورنجه. جبنه قديمه وخل ورنجه. بس بسرعه. انت عايزه بسرعه ولا عايزه بالجبنه؟ هات اتنين بسرعه واحد بالجبنه. بس حاضر. اخلص. حاضر. شفت؟ شفت ايه؟ شفت عينيها بتقفل ازاي؟ لا ما بتقفلش يا خال. هي مفتوحه اهي. عينيها بتقفل. لا والله اهي اهي اهي. الحق عينيها بتقفل. لا اهي والله مثبتها لك. عينيها لو قفلت كده هيبقى غلط. ما تقلقش هنفتحها تاني. غلط. عينيها بتقفل. عينيها بتقفل. عينيها بتقفل. ثبتها لك بسنوتين. بدور على سنوتين بس واثبتها. شوف 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 عينيها. الظاهر عينيها بتقفل نص يوم. مش قادر. انا مش قادر. استريح انت يا خال. بتقفل. لا ما بتقفلش. استريح انت يا خال. استريح واستريح. مش قادر. سبحان الله. بسرعه سمره بسرعه. حاضر حاضر. استريح بس انت الغلطه. بسرعة صبر مش قادر. تعبان. هار اسود ام ناجي. جماعة تانية دي وجاية تخطفنا بقى صح؟ وفي ايه؟ يا لهوي دي. ده الراجل الكبير. هار اسود ام ناجي. ايه ده؟ طب ايه؟ نقول لهم احنا معاكم. استنى ده ايه ده؟ مين اللي نازل ده؟
الخال. يا ابني الابلسه يا خال. ازيك يا خال؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشتني والله. ازيك يا صابر؟ ايش ياك والاناقه دي؟ ده انت بقيت انيق. يا سمير على اللي حصل لي الاسبوعين اللي فات. ايه اللي حصل يا خال؟ ياه على الاسبوعين اللي فاتوا اللي حصل. ايوه يا خال، ايه اللي حصل عشان احنا مستعجلين؟ وعشان انتوا مستعجلين يا ابني قلت ارمي لك اللي حصل كله في جمله واحده واقول لك يا سمير على اللي حصل لي في الاسبوعين اللي فاتوا. بعد اذن حضرتك يا حاج علي، ممكن تخلصنا بس عشان احنا جعانين؟ هو عنده زهايمر ولا ايه؟ بالهداوه بالهداوه. مين ده يا سمر؟ ده بيبو. ده شكله بلاميطك. قلتلك هيحبك. يا سمير على اللي حصل لي الاسبوعين. خلاص بقى حضرتك، يعني قول لنا على اخر حاجه بس حصلت لك. يا سمير على اخر حاجه حصلت لي. يا خال بسرعه يا خال، احنا ورانا مشاوير، ما تحرجنيش مع اصحابي. فاكر ليزا؟ ليزا اللذيذه. لذيذه ايه يا كلب؟ دي بقت مرات خيالك والمصحف. وجبت منها ليلى. والله العظيم أيوه. ده انا سايبك من اسبوعين جبت ليلى. كل حاجه هنا بسرعه سمره. فكك بقى خال من ليزا والكلام دوت، يلا بينا يا خال. على فين يا حبيبي؟ على فين ايه؟ على مصر. مصر. لا انا ستي هير. ستي هير؟ ستي هير. ايه؟ ستي هير. ده الكلام اللي بتقوله ده يا حاج علي؟ بالسلامه، خد بالك من بلاميطه. يلا يا لوزه. لوزو يا خساره يا حاج. بعد ما جريت يا نسمة، ايه اللي حصل بالظبط؟ ركبت العربية وسقت زي المجنونة. وبعدين نور جامد قوي جه في وشي، مش فاكرة. وانت بتركب العربية يعني وانت بتهربي، عمر كان بيعمل ايه ساعتها؟ عمر؟ اللي هو ده. يا دكتور نسمة كويسة ما فيهاش حاجة. هي بس هتروح معايا وان شاء الله كل حاجة تبقى زي الفل. يعني ايه يا عم نسمة تروح معاك؟ نسمة هتخرج من هنا على بيت جوزها. انت تسكت خالص. هدوء هدوء يا سادة عشان نعرف نحل الموضوع. نسمة بنتي، انت عايزة تروحي مع بابا ولا مع عمر؟ بابا. عايزة بابا. الموضوع منتهي. سمعت؟ تقدروا تتفضلوا، بس انا هحتاج شوكة وعمر عشان عايزهم في موضوع مهم. طب يا خميلي خدي بالك من البنت واستنوني بره، انا جاي. خير يا دكتور؟ نسمة فيها ايه؟ نفسيتها هشه، رقيقه، رومانسيه. النوع ده في الطب عندنا بنسميه النفسيه الزجاجيه الهشه. سوري يا دكتور انا مش فاهم حاجه. دي نفسيه عامله زي الازاز الستة ملي، اقل زلطه فيه ممكن تشرخه. زلطه ايه وازاز ايه؟ نسمه تعاني من صدمه عصبيه شديده، ده لانها كانت عايشه طول عمرها في حضن ابوها وعمها، وطبعا دول كانوا مصدر امان ليها. طبعا بعد ما انتقلت للكنفك بصفتك جوزها، لقت ان الحضن ده غير الحضن ده، اكتشفت ده وقت العلقه اللي انت خدتها. ما تكبرهاش يا دكتور، دي كانت خناقه عاديه. خناقه عاديه يا راجل؟ ده انت بقيت ترند على اليوتيوب. والله بص فضحتك بقت بجلاجل. والله فاضل لك خناقتين وتنافس نمبر 1. طب والحل ايه دلوقتي يا دكتور؟ تطلقها وفورا. لا يا سيد شوكت، انا رايي ان الطلاق هيزود الطينه بله، ومن افسد شيء عليه اصلاحه، وعمر افسد الشيء، اذا هو اللي يصلحه. انا مش فاهم يا دكتور حضرتك تقصد ايه. لو عمر طلق نسمه هنلاقي المشكله هي هي مش هتتحل، بخلاف اللي احنا هنزود المشكله اكتر بطلاق البنت، والبنت هتقعد في عربيزك. انا ممكن اعمل منك نجمه النجوم بس تفتحي لي قلبك. قلبي لو مديت ايدك عليا تاني انا ممكن افتح لك قرنك. تشربي تكيلة؟ لا. ليه؟ اصل زي ما تقول كده تكيلة عليا. بقول لك ايه؟ اسمع عند دماغك الفيل الازرق؟ عبارة عن ايه دي؟ شفت التكيلة ده؟ على زي فودكا؟ هتشوف الناس دي كلها ريانة مالت. محدش قلع. لا هو تقريبا التكييف حالي. وطي التكييف وطي. لا بس انا عجبتني قوي يا بنت القرود حركة انك تقعدي في الاوتيل لوحدك. لو مديت ايدك تاني هقلع كعب الجزم ده وارشقه بين عينيك. السيد اللي قاعد جنبي ده بقول لك ايه؟
جربت ادمان المهرجة؟ ادمان المهرجة دي عبارة عن زي كونياك على سطل بيرة ويعمل المهرجة بقى هيركب الفيل الازرق. مش تباركيلي مش انا هغير الدراع ده؟ اسمعين يا زعلان عرفانة منساعدة طبعا ملف المزوخ اللي انا قاعد معاه ده سوخ منه. بقولك يا مستر ادهم ممكن ادخل الحمام؟ انت عامل ايه في الحمام؟ هعمل ايه في الحمام يعني هطلع سيبوه. سيبوه ازاي يعني؟ شباب لسه في مقتبل العمر ديهم فرصة تانية تشانس. احنا جايين نربي اجيال. تعال عايزك ثواني. ده انا تعال عايزك صالح. هما بيقولوا ايه؟ هيموتونا صح؟ هيموتونا. ايه ده حبيبي شكلها كده. اسكت اسكت. نعم يا سيدي. ايه هنسيبهم مطلوقين في البنك كده؟ يا ابني دي ناس طالعه على اكل عيشها. سيبهم يقلبوا رزقهم في شبابيك الصرافه واحنا كفايه علينا الخزنه. اكل عيشها ايه؟ هما فرشين بخضار جنبينا. بقول لك ايه، احنا اتفقنا دخول البنك والسيطره عليه بتاعي. ما تخلينيش اندم اني جبتك معايا. انا لو انا عارف ان مفيش غيرك هيفتح الخزنه ما كنتش جبتك معايا يا شوكت. ولا انت هتكبر عليا ولا ايه؟ اسف. تكبر على ابوك؟ اسف. مين اللي علمك السرقه؟ انت. اسمع حضرتك. حضرتك اقص عليك يا زمن. ولو جه اليوم العيل صغير يجي يعلم شوكت ايه الصح وايه الغلط. انا اسف يا شوكت. اسف ايه؟ يا بابا. مش سامع. يا بابا. يا ريت صوتي على شويه. اسف يا بابا بس برضو ما مفيش. بس خلص الكلام. هي كلمه انا قلتها. هتسيبهم يقلبوا رزقهم حتى يا اخي عشان ربنا يبارك لنا احنا كمان. جايين كده كده جايين. خلاص ما تقلقوش انا اقنعت لكم ابني منير. ما شاء الله. هو ابن حضرتك؟ ايوه ابني جاي على اربع صبيان. ما شاء الله. بس عصبي قوي. على اخر عنقود بقى. عصبي لمين بقى؟ امه كانت مجنونه. مره دخلت لقيتها ماشيه على ايديها. ما خلاص كفايه لك تبقى على الضعف. اسمع عاد انت وهو. انا همشيها المره دي عشان خاطر الحاج. انتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافه. اي حد هيروح هنا ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم. الكلام ده لا مؤاخذه لا ياكل ولا يشرب معانا. انا سايبك انت والحاج عمالين تتشاورم وانا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهيه الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات. لا ده احنا من هنا ورايح. وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول. الفلوس بتاعه البنك ده هتتوزع علينا 50-50 يعني نسبه 70-30 واي كلمه زياده مش هتخلص مش ياكل. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة وانا هطلع أأمن الرهائن اللي فوق معايا أكسب. يلا يا رجالة. مش قلتلكم عصبي؟ مساء الخير. والله ما حد يتحرك في مكانه. يا جماعة أنا غريب؟ في حد منكم معاه موبايلات؟ لا ما هم خدوا مننا كل الموبايلات تحت في الريسبشن. طيب انتوا مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم حاول يتحرك. ما جيب برضو انبهولنا عليها جامد قالوا يتحرك من مكانه هنزعله هنزعله قوي. برضو مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم فكر يبلغ البوليس. ما دي برضو قالونا عليها بس دي بقى نبهوا عليها بالاخص يعني. طب ايه انا كده ماليش دور استاذنكم انا؟ لو سمحت. ايوه. انا عندي مشكلة تاني. اصل انا عيانه وباخد دواء ولو ما خدتوش انا ممكن اروح فيها. يا نهار ابيض. خف في ايدك يا صالح. شفت ادي اخر فتحت فتحت شبع. لعلمك بقى انا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت اعرف احط رجلي على الارض. اشرح لنا بقى فوائد البرشام. لولا الفردتين اللي انت واخدهم دول ما كانش زمانك اتسحبت من لسانك. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت؟ انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طبعا انا مش فاهم ولا كلمه من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وانت سمعنا اصلا؟ طيب احنا بقى نتصرف في الحته. وطي صوتك وطي صوتك.
احنا هنتصرف في الحوسه اللي احنا فيها دي ازاي؟ علشان الناس دي شكلها خطر جدا. انا رايي ان احنا نمشي حالا وكفايه جدا اللي حصل. نمشي؟ نمشي فين يا خنطه وهو؟ يلا يلا عشان ريك الصرافه نقلب عيشنا، احنا ميه تفلت الزير. يلا ماشي. قلت لهم كل خزنه وليها ميتها، في خزنه تحتاج غباوه، وفي خزنه تحتاج حنيه، وفي خزنه تحتاج رواقه، فاهم قصدي؟ خلص من دول ميت بتعمل ايه؟ هتفضح مين دي؟ دي مدام رشا عميله هنا في البنك. رشا انا كلمتك على مين من شويه؟ لا 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 لا, لا. ابني منير. اتفضحنا. لا يا شباب لا لا. شايفه الشبه اللي بيني وبين الولد؟ ايه مفيش شبه؟ طب شايفه رشا الشنب اللي بيني وبين الولد؟ ومدام رشا بتعمل ايه هنا؟ الحقيقه مدام رشا تعبانه جدا وعندها معاد حقنه دلوقتي، وانت عرفت انا بضرب حقن كويس قوي. احنا نبعت نجيب غدا الاول ولب وزداني ويبقى عيش وملح وحقن، ايه رايك؟ انا رايي نخلص من المصلحه دهيت ونلم نفسنا كلنا ونروح مطعم على عندي حته دي مطعم على النيل. بتحب المراكب في النيل؟ حرام عليك يا اخي هتفضحنا، هتودينا في داهيه يا شوكت. ولد شوكت ده في البيت اسف، انما هنا في البنك واحنا بنسرق ايه؟ بابا السلام بابا. وهو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. معلش استاذنك تقفلي السبرتاي عشان البصمات بس. حاضر. يا سلام انا بعشق النجاة الصغيرة. انت تعرفي ان النجاة الصغيرة تبقى اخت سعاد الصغيرة اخت سعاد حسني؟ اه طبعا عارفه. بجد؟ اه طبعا. طب تعرفي ان سمر يسري تبقى اخت سامح يسري؟ اللي هي سمر والرجال تبقى اخت سامح والرجال. استغفر الله العظيم يا رب. جايين نسرق حصاله عيل صغير، ده اكبر ورقه فيهم ب 20. بلاش برطمه، اخلص معاك كام؟ 3334. ها وانت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر هعدهم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ابراج. 58,732. حلو، معاك 62,066 جنيه. الحمد لله على قد كده، وان كان على فلوس العربيه والسلاح في 60 داهيه انا مسامح فيهم، بس يلا نمشي. انا مش همشي. عندك حل تاني؟ ان شاء الله حتى ننزل نثبت الناس اللي تحت دي وناخد الفلوس اللي في الخزنه كلها. هتثبتهم ازاي؟ بضفر صباعك؟ انا اتخذت على اخوان على فكره. صالح شوف لك حل في الواد ده علشان انا اتخنقت منه وزهقت. صالح انت ايه اتطردت انت كمان؟ اصل في حل واحد لو نفق هيظبطنا كلنا. طب ما تقول يا ابني عليه. الاي تي ام هو ده الشغل يا نجم. احنا نخطفهم ونطلب فديه من السفاره. هم ايه دول؟ الاي تي ام. هم مش خواجات ولا ايه؟ 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 اي تي ام ايه؟ مش حالا ما كنت شغال في بنك هتفتحها ازاي؟ زي ما كنا هنفتح الخزنه نفجرها. ايزي ماما بسرعه. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الاولاد بيتدربوا. شت. يا نهار اسود، قنبله فرقت وداخله زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الاول مش هتتفتح. نجم عايز ايه؟ المكنه دي تخطيني يا اخي. اخوك بقى ورق.
ايه صوت الفرقعه دي؟ روح ايه؟ احنا مالناش دعوه ها؟ ولا كده عملنا حاجه؟ اقفل الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت اللي عملته كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانا؟ ايه صوت الفرقعه دي؟ ايه ده؟ انتوا كمان صوتوا في الفرقعه؟ برضه؟ اصل احنا وحضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقعه كده مش عارف وقصص بيقع، تقريبا في حد نسي حاجه في الفرن. احنا شاملين ريحه غاز من ساعة ما دخلنا. بالظبط، ممكن يكون انفجار في مشروع الام. بروح امك انت وهو، لو ما قلتوش ايه اللي حصل هضربكم بالنار انتوا التلاتة. انتوا احنا اللي عملناها يا شبع، احنا اللي فجرنا القنبلة، كفرنا يا احلي اللي موت ولا اكتر. شالوا لينا ادخل ادخل يا ابني اهو. يلا بالراحة يا عم الشبع، اسمع صوت حد فيكو هاجي اخلص عليكو. يا ابن انت تقف على الباب، اللي يفتح بقه اضربه بالنار في بقه. حاضر يا ريس. اوعى تفتكر انك مهم عشان دخلت الجيم. يا بعينك كانت فين الشقاوه دي واحنا تحت؟ صالح انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انت مش مرفوض بقالك اسبوع يا بيه؟ لا لا مرفوض ايه يا ماما، انا مش مرفوض ولا حاجه، انا كنت معدي جنب البنك لقيته مفتوح، قلت اخش شوف عاملين ايه. صح يا زيرو؟ زيرو مين يا نجم؟ احنا مش قلنا مجدي؟ انت هتكدب عيني عينك والناس واقفه؟ انت كنت جاي تسرق البنك يا صالح؟ ساكت ليه؟ ما ترد عليا، ابني حرامي. لا يا ماما حرامي ايه؟ انا اقول لك انا كنت جاي عشان كنت جاي عايز. ايه بس وزفت ايه؟ طول عمرك بقول عليكم فاشله من ايام الجامعه، حتى وانتوا حراميه طلعتوا حراميه فاشله. انا كنت جاي اسرق البنك، انا كنت جاي استلف فلوس عشان اشغلها واعمل بيها مشاريع قرض يعني، وفي الاخر كنت هفضل اللي عليا البنك. ولو عايزين تتكلموا مع حد اتكلموا معايا انا، زيرو ملوش دعوه وعمري مش محتاج اصلا. وانت محتاج يا صالح؟ يا ماما محتاج. تقوم تسرق عشان انت عايز كل حاجه تجيلك على الجاهز، لا بتشتغل ولا ملتزم، عشان كده بقالك سنتين ما تثبتش في البنك. لا انا ما تثبتش في البنك عشان سامي بيه مستقصدني وهيودي في دماغه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا صالح، انت طول عمرك بتعمل مشاكل يا ابني، انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها كان زمانك قدرت تعمل حاجه، لكن للأسف انت دورت على الحاجة السهلة، عشان كده كنت عاوز تسرق البنك. اما انت بقى يا سي عمرو فخيبت املي فيك، انا عارف ظروفك كويس وعارف ابوك بيعاملك ازاي، لكن ما كنتش هتخيل انك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح. حضرتك بتكلمني انا؟ انا شايفك باصص لي. ايوه بكلمك انت. معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامع حاجه خالص؟ معلش علي صوتك علشان انا اترشت، انا اترشت ممكن نسيت. اوعى. عاجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي احنا فيها؟ بس العيب مش عليك، العيب على يا حاجه. ايوه يا حاجه يا حاجه. ايوه يا صالح يا صالح، انا داخل عشان خاطرك انت يا وليه يا وليه، انت مش شايف يا عم يا وليه يا صالح يا صالح. بابا بابا الحق بقى. اللي قول لي ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من اللي بيحصل فوق، اللي بيحصل تحت. مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا؟ طب مش احنا كمان قلنا لو يبقى في باب مقفول نخبط؟ يا بابا يا بابا انجز زفت هنخزنا البوليس زمان وجاي. يا نهار اسود، البوليس جه كده هيعدمونا صح؟ يعدمونا ايه يا عم؟ هي ديتها 15 سنه وسنه السجن بتسعة اشهر، هيفوتوا هوا. هو انا هقول لابويا ايه دلوقتي؟ انت مش هتقول لابوك اي حاجه، ريهام سعيد اللي هتقول لابوك كل حاجه في برنامجها لما نتحبس وتستضيفنا. يا نهار اسود يا نهار اسود، انت كل ده لسه ما خلصتش؟ انا شغال يا ابني اهو، ما توترناش. قدامك قد ايه يعني؟ بحسب التسهيل والمزاجي. تسهيل ايه؟ البوليس فوق. الله
القلب معاك ثانية بثانية. ايه اللي انت حببته ده؟ افتح لي ام الخزنة دي حالا. ده الجهاز ده؟ ده الجهاز بتاعهم كان بايظ، كنت بصلحه لهم، بشغل وقتي مش اكتر. ايه؟ Is it my mind? Oh, yeah. Oh, yeah.